دكتور هشام، في ايه؟ عرفتي انجي متاخره ليه؟ ما اعرفش، المحامي راح يسالها. خير ان شاء الله. يمكن ده العادي، ربنا يستر. صراحه اهو في ايه يا متر؟ في مصيبه، في ناس طلعوا على عربيه الترحيلات اللي جايه فيها مدام انجي وحصل اشتباكات. ايه؟ وفي قوه نازله دلوقتي عشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط. ناس مين؟ يعني ايه؟ الدنيا مقلوبه ومفيش معلومات اكيده. كل اللي بيتقال ان عربيه الترحيلات اتفتحت وسط الاشتباكات وكل السجينات اللي فيها هربوا ازاي؟ وانجي حصل لها حاجه؟ اللي وصلني بقى ان هم جابوا كل السجينات عدا مدام انجي. هو فيها؟ معرفش. تعال نشوف كده الظاهر في مشكله. مشكلة؟ ده انت نفسك مشكلة.